إذا طلبت منك تروح مشوار مع ملكة الأغلاط رح تقبل يا ترى؟ كون جاهز على الثمانة سيد جيندال. جداً كتيري منيح إنه قرى الرسالة، وأكيد هلأ لاكشمي بتكون حطت الرسالة لقدام. جدان أنا وإنتي رح نروح مشوار الليلة، مشوار بجنن، كوني جاهزة على الساعة 8 المساء. أكشات؟ حماتي؟ إيه؟ شبه؟ شو عم تخبي ورا ظهري؟ لا لا ما في شي، كنت عم جهز الغداء. أنا بس كان بدي أقول لك ولا شي. شفتي كيف قدرت أخذ الورقة منك؟ لاكشمي هاتيها، رجعي الورقة لشوف، هاتيها. لا ما رح رجعها، بس اقراها برجعها، بدي أعرف شو مكتوب بيها الورقة لحتى تلبكتي كتير. لاكشمي تعي لهون. عن جد؟ مو على كيفك، أنا رح أقراها بالأول. لا تحلمي تاخديها مني حماتي. عم أقول لك هاتيها، رجعي لي الورقة. ما بدي. طيب استراحة. عن جد؟ استراحة. استراحة؟ رجعي لي الورقة. طيب أنا رح أقراها بالأول. كثير حلو، عندك مشوار مع إيجي؟ يعني هذا مشواركم الأول بعد ما تزوجتوا؟ لك شغلة؟ حماتي إيجي كثير عاطفي، ها؟ بس في شغلة ما عم أفهمها، ليش أكشات جندال بعت لك رسالة بدل ما يبعت لك دعوة؟ قصدي بدل ما يسألك وياخد رأيك عم يعطيكي أمر، ما هيك؟ خلص انسي 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 الموضوع. لاكشمي قلك شغلة؟ أكيد رح قلك هالشي بما أنك رفيقتي. بتعرفي يا لاكشمي أنا متوترة كتير، كتير خايفة كمان. ما بعرف ليش حاسة بشعور كتير غريب. كيف بدي روح مشوار مع إيجي؟ قصدي لا، بتعرفي شغلة لاكشمي، أنا بحياتي كلها ما عملت هيك من قبل، يعني ما بعرف أبداً شو بيصير بالمشوار. ورح قلك شغلة كمان، أنا في شي ما عم بقدر أفهمه، النسوان بيروحوا مع رفقاتهم الشباب أو رجالهم يلا يتعشوا أو يحضروا فيلم، ليش بيسموه هالشي موعد؟ أنا ما بعرف حتى ليش منروح مشوار، يعني أنا كيف بدي أتصرف؟ وأنا ما بعرف شو لازم أعمل، ما فيني روح.